فاشليز يخون وما كانوش عندي دي بروف. كيمشي مع بنات وسورتو بنات قصيرات، ديك البنات شكون هما تلميذات ديالو. تبعناه وعرفنا الطبقة وعرفنا الشقة وشفناه هو وياها داخلين. يعني عندك الديتاي ديال الديتاي افيك لي فوتو لي فيديو كي فانك ما نعرفش نوصف هذيك، حيت تحس براسك بانك مهضوم الحقوق. متاهات الحياة كثيرة، احيانا يختار الانسان ان يخوضها منفردا، واحيانا اخرى يبحث عن من يمد له يد المساعدة. وعملا بقول كن على حفظ سرك أحرص منك على حقن دمك، يختار البعض طلب العون من مختصين يبحثون عن أسرار ويتأكدون من حقائق. المحققون الخاصون هم جنود الخفاء في قضايا الكثير من الناس. حيرة، شك، أسئلة دون أجوبة هي العناصر التي دفعت نوال للتفكير في البحث عن محقق خاص لتكتشف إن ما كان زوجها حقاً يخونها أم أن نفسها سولت لها فقط. هيستريس سترافق رحلة نوال مع المحققين الخاصين. نزور معها مكتب من اختارته من بينهم، نتتبع الخطوات التي سيرشدها إليها وننتظر معها نتيجة بحثه. تزوجنا وراجلي، تزوجنا عن حب، تزوجنا باقين صغار بزاف. أنا جوخوا 18 هو كان شي بيناتنا 5 18 19 20 21 22 23 كان كل شيء مزيان حتى جاي بنتي الثانية. كان جاي بنتي الثانية سيت تبدل، جاتني فكرة ديال ديتكتيف حيت ما لقيتش حل. حاولت نتبعه، كريت تاكسي نهار كله باش يتبعوا ليا بدون جدوى. وصيت صحاباتي، تخبيت، حاولت نتبعهم بدون نتيجة. سيبوكسان في الخربة اللي الحل الوحيد هو الديتكتيف. عامر رجل أمن سابق بفرنسا وواحد من بين عشرات المحققين بالمغرب، حاصل على شهادات متعددة. استقبل نوال، جمع المعطيات اللازمة عن قضيتها قبل أن يحدد معها موعدا يبدأ فيه عمله. عندنا اليوم واحد ميسيون في قنيطرة، واحد الحالة، واحد الملف، واحد السيدة شكة في رجلة، عندها شكوك وما عارفاش، بغات تعرف الحقيقة عليه وعلى هاد السيدة مع من كيخونها، اللي بغى يطلقها على ود هاد السيدة هذه، بغات تعرف المعلومات والدلائل باش تضمن الحقوق ديالها. حنا غاديين دابا نشوفوا شنو كاين، عندنا بعد المعلومات أولانية. دابا العملية غنديروا المراقبة، نشوفوا فين، نراقبوا، نتبعوا. كتسمى عملية فيلاتور، سيرفيلونس، فين غادي يمشي. ليست الخيانة الزوجية هي عمل المحققين الخاصين بالمغرب، رغم أنها أكثر القضايا المطروحة عليهم، فيما تتعدد المواضيع الأخرى بين بحث ما قبل الزواج، ترصد الهاربين بالأموال، أبحاث تهم الشركات وأعمالها، وكذلك تحقق من سلوك الأبناء. هنا هاد الزنقة فين كيوقف هاك لا سيبل، توقف الطوموبيل هنا، داك السيد باش كيدخل كيبقى يشوف موراه على اليمين وعلى اليسار. شفناه كيدير هاد العملية أكثر من مرة، ومن بعد كيدخل على رجلو لهيه، كيدخل في هاديك العمارة وكيدور على اليمين. هادي هي العمارة، هادي الواجهة ديالها. تبعناه، طلعنا معاه في لاسانسور واحد، وعرفنا الطبقة وعرفنا الشقة وشفناه هو وياها داخلين. طلعت معاه واحد المرة في لاسانسور واحد، ثلاثة منها هو وياها. فعلا السيدة ديالو ما كذبتش عليه، وشكوك ديالها كان في محله. وهذا الاخبار اللي عندنا، المعلومات اللي عندنا. بغى يسمح في مراته والزوجه ديالو مع ولده، بعدا ديجا عنده اهمال اسره، اهمال هذاك الولد، وهي اللي مكلفه بالتكاليف ديالو ديال المدرسه وكل شيء.
والتربيه ديالو وكاع ما كيديرش. المعلومات فعلا حقيقيه، والنوايا ديالو ناوي يهجرها، يهجر مرتو وولده، ما كانش فيها ما تصلح لان السيد خرج العيب بزاف. دابا باش نشوفوا مع النصائح ديالها وديال المحامي ديالها شنو غادي يقول. ما حنا عندنا الدوسي جاهز، اكثر من هذا الشيء حنا على المعلومات بان شرا واحد الشقه هنايا حتى الخدمه ديالو بالاخبار الزوجه ديالو. بعد التوصل للمعلومات المطلوبه يجد المحقق نفسه امام مرحله صعبه تكمن في اخبار زبونه بنتائج بحثه. وحتى ان استطاع المحقق الخاص ان يؤدي عمله على اكمل وجه، يبقى اتمام المراد رهينا بعمل الشرطه، فدلائل المحقق تظل غير قانونية ولا يعتمد عليها في التحقيق. ومثلا في حالات الخيانة يتطلب الأمر القبض على الشريك في حالة تلبس، وهو ما يستدعي حضور الشرطة في وقت وجيز. هذه مدة كبيرة تنحس بأن الرجل يخون وما كانوش عندي دي بروف، دونك فاش بقينا نراقبوه دونك اكتشفنا افيكتيمون هذيك البنت ما كانت يكون جوني معلومات عليها وعليه، دونك عرفنا بزاف المعلومات اللي هما فين تيتلاقاو هو وياها، فين تيكونوا، فين تيمشيو، امتى تيجيو، يعني عندك الديتاي ديال الديتاي افيك لي فوتو لي فيديو كي فون افيك. دونك واحد النهار انا اللي ما ننساه، هو لو جوغ جي لي نورمالمون خصني نمشي عند البوليس سيتو باش يقدروا انترفونيو معايا سور لو شام. دونك كان هو وياها، يلا رجعوا من لابيسين، مشاو مع راساسهم رجعوا دونك انصامبل في الدار. مشيت عند البوليس، والحاجه اللي ما كنتش تنتظر نهائيا سي كو فاش يجي عندي هذاك الكوميسير اللي كان ديك الساعه، سي تي او كورون دو لا سيمين ديجا. جا عندي قال لي شنو كاين، قلت ليه خيانه زوجيه، قال لي انا عندي ما يدار، هادشي اللي عندك ماشي مهم. حالتي في ديك الوقيته ما نعرفش نوصفها لك، حيت تحس براسك بانك مهضوم الحقوق، بان الواحد اللي خصو يوقف معاك ولي هو زعما كاين باش يعاونك في بحال هادشي ما تعطيكش اهميه. عمل المحققين الخاصين حتى وإن انتشر مؤخرا بالمغرب، إلا أن القانون لا ينظم المهنة ولا يعترف بها، وهو ما يفتح الباب أمام النصب والاحتيال على مواطنين جاءوا طلبا للمعلومة، فإذا بهم يجدون أنفسهم ضحايا. أنا في الأول عايشة بخير وعلى خير، واكتشفت مع مرور الأيام بأن الزوج كي عنده حاجات أخرى، عنده أنا ما كنت فاهمة والو. وكي من بعد اكتشفت عن طريق بعض الصور انه يمشي مع بناته، وسورتو بنات قصيرات، وديك البنات شكون هما تلميذات ديالو. دونك شنو كان كيخصني دليل؟ اول حاجه فكرت فيها يعني غتقولوا لي كيفاش، يعني بالصدفه انني ربما انا حيت انا كنطلع شي شويه بزاف، انني كنتفرج بزاف كنشوف شويه الافلام الامريكيه وهذا، جاتني فكره انني علاش واش ممكن يكون عندنا في المغرب ديتكتيف بريفي يعني محقق. بقيت كنقلب شي شويه، انا كنشوف اللي قريب لي على حسب منطقه السكنه ديالي. دار لي واحد في سلا كندن، في سلا ولا الرباط ما عقلتش بالضبط، كندن سلا، قلت صافي هذا هو اللي قريب لي للمنطقه ديالي، راه بامكاني نتعامل معاه. عيطت له قال لي صافي ما كيموتش، اتفقنا. فعلا ملي جا داك السيد شتو غير كان غير ماشي محقق، فقط شي واحد هاوين كان، وفعلا سمعت على حسب من بعد ما بحثت عليه كان غير مجرد عسكري ولا شنو، وخرج من واش تقاعد واش كذا. المهم انه اختار هاد المهنه باش يدور الحركه وي. اذا نصب عليا لان عطيتو، فعلا عطيتو واحد 3000 درهم كبدايه على اساس انه يبدا، ومن بعد غادي نكملوا الجزء الموالي. الفراغ والفوضى التي يعرفها قطاع المحققين الخاصين تدفع البعض منهم للمطالبة بقوانين تنظم المهنة،
والاقتداء بدول أجنبية لها تجربة طويلة كفرنسا مثلاً. الفرق بين الخدمة هي تجي فرنسا وتجي هنا هو مقنن سيغلومونتي، هنا مازال ما كانش القوانين ديال ديتكتيف. فرنسا باش تعطيك هاد البطاقة المهنية خصك توفر على بزاف نتاع الشروط، منها تكون فرنسي، جنسية فرنسية، منها تكون عندك دير على الأقل لا ليسونس عندك في الدروا ولا أونسيان أو بي جي، ودير ليكول نتاع ديتكتيف حتى تدي الدبلوم ودفع هاد الطلب كله، يديروا عليك تحقيق واش عندك شي صوابق وشي ما عندكش، من بعد كدير طلب وزارة الداخلية عاد كيعطيوك الرخصة باش تمارس هاد. في فرنسا عندنا هادشي كامل، هادو هما الشروط اللي نقولك على هاد الأجوبة، لأن في المغرب ما كاينش هاد الشروط، لهذا كتلقى أي واحد يقدر يدير هاد المهنة. راه هادي راه مهنة ماشي بريكولاج. يعني في المغرب كاين شويه ما كاينش بزاف المراقبه في هاد المهنه هادي، لان كتلقى كان بزاف الناس اللي مجرئين على المهنه بدون تجربه بدون خبره بدون شهادات، لهذا كيعطيو السمعه شويه خايبه للمهنه ديالنا. كمهن عديده بالمملكه تبقى الحيطه والحذر عنصرين أساسيين في الإقبال على التعامل مع المحققين الخاصين، ويبقى السؤال المطروح هو هل حان الوقت لملء الفراغ القانوني الذي تعرفه البلاد في هذا الجانب، أم أن فتح الباب أمام هؤلاء من شأنه أن يحدث فوضى التجسس على الحياة الشخصية للأفراد؟